وانا اصلي ماشي من من كازا بالضبط هو من سيد مختار اللي هي بحال قلت بلاد بلاد الراب تنيش حيتاش فيها شي دراري اللي هما وارين بزاف يعني باش نقول لك حيتاش هما بزاف دراري بزاف كاين كحول كاين شباح الفيكزو كاين اسماء بزاف وانا كنت طلعت ب عناد فيهم يعني هما كي على انهم هما اللي كاينين تما وكذا يعني وانا درت دخلت لهذا المجال غير يعني تعضت فيهم وصافي وليت كنبغي وليت ما يعني درت بزاف على قبله يعني تخاصمت مع الوالد آه الوالده ديما كتقول لي بعد على هذا الشيء راه ما مزيانش لك ولكن يعني بحال قلتي حاربت من اجله هادشي الشيء اللي كاين ما كان يعني تفهموا الامر من بعد وكان نيش الوالد كيمشي وكيقول له دير راه ولدك شناف في اليوتيوب وهذه و ومع كنت كنخسر الهضره يعني تخسر الهضره شويه كان عندي حشومي مع بنادم وبصراحه حتى حشف في الزنقه وداك الشيء راه ما كيسمعوش صوتي سلام سلام وصافي في الدرب كاع ولا الدرب راه عارفيني باللي راه سكوتي وهادي وداخل سوق راسي ولكن عاوتاني في المجال ديال الكتابه وداك الشيء كان بحال قلتي محبوس من شي حاجه ما كديرهاش كتبي تخرجها بشي حاجه والراب درته بحال قلتي هوايه مي كضيق الدنيا بيا ولا شي حاجه كان كنجلس كنكتب كاين بزاف بزاف د الحوايج كيوقعوا لك في في الحياه ديالك كتبغي تخرجهم في شي حاجه و يعني ورقه هما اللي قدامك و كين كاين فيه بزاف يعني مي انك توصل توصل كاين ثلاث المراحل المرحله الاولى هي انك تكون متيقن من نفسك واثق في نفسك الحاجة الثانية هي أنك تكون كتلقى ناس لي مثلا أنا لقيت بزاف الناس منهم منيش محمد عزاب مقابل طرياني، مروان، مروان بي بي إف ستوديو هو نيس كما كم كنقولوا، وعاونوني في بزاف الحوايج، يعني بزاف الحوايج اللي ما نقدش ننسى خيرهم، وهذا كاين، والحاجة الثالثة هي أنك تلقى الفرصة باش تطلع. وديك الفرصه عرفتي كيفاش تستغلها راه غادي احسن استغلال يعني يمكن لك تطلع وتولي كل شيء ما عرفتيش تستغل راه ما غاديش و... ما غاديش توصل آه ما بقيتش كنخسر الهضره حيت كاين بعده الطرق يعني انا توصل كتوصل واحد الميساج آه في الكلاش خاصو ضروري هو انك تخسر الهضره ولكن آه الراب موسيقى ديال الزنقه يعني حر انت في داكشي اللي كتكتب داكشي اللي كتقول ولكن كاين قلت مع راسي بلي راه كاينين طرق عده بانني نقول شي حاجه بلا ما نسب يعني نقيسك بلا ما نسب يعني نحول الكلمات اللي هما بالسبان نحولهم لي لشي حاجه اللي انك تفهمها مع راسك تفهمها سبان وكانوا اغاني نيش اللي اغاني ضربوا بزاف ولكن ما حيدته من اليوتيوب ودابا راه في اشراع بانني بين واحد التراك جديد وحتى البرود ديال كل شيء يعني كل شيء يعني تصوار كل شيء كليب كل شيء أه اسميته سميتو يومي ان شاء الله غادي نلوحو في هاد في هاد الايام يمكن في شهر ثلاثه ولا شهر جوج كلاسيس فينيسا روابط روابا ديال البلاد كاين شي يعني باقي من الكلاش وان شاء الله غادي نحول من الكلاش لشي شي ستون اخر حيت الكلاش ما نافعش في الوقت. كنتش الوقيته كنت اول مره تمزكش للراف في 2014 كنت المسلم مسلم. المسلم والقناوي القناوي كان هو من من الناس اللي اللي تمزكش لهم هذيك الساعات وكان طلق شي 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 مزيكا اللي تكون شويه من الكلمات ولا حتى من ستون اللي الهربه فهمتي و تمزقت بزاف ديال الناس ودابا حاليا نتابع ديزيدروس يعني دي زيدرو والفردة الفردة حتى هو وهادو هما الرواق اللي كنتمزك عليهم اكثريا يعني كل واحد على يد ديالو كيفاش يعني ديك ديك السمية كتجي من من الخيال ديالك يعني كتعبر على شكون نتا يعني كتكون كتبيع ديك السمية انك تلقب بها يعني غادي في الطريق كيقولوا لك سميتك مثلا انا نيكي بوز جستا من غير من مثلا فاش قال الفردان نيك البوز يعني ما هموش البوز وقلت كيفاش غادي ندير هذه السميه اللي مت انا حيت باش ما ما تبانش ان نيك البوز نيش وجات على ايقاع دي زيدروس يعني دي زيدروس نيك بوز راه بحال بحال يعني هذوك روابا كنسمع لهم وعزازين عليا يعني بحال قلت تانسبيريت منهم وحتى في الاغاني ديو ديولي ما كتلقاش شي انسبيراسيون اللي هي ما كتلقاش كاع الانسبيراسيون داش انا كنتمزق وكننسى تلقى التراك ديالي كنغنيه وكنساه ما كان ما نعقلش على الكلمات ديالو وكيفاش الفلو ديالو كيفاش دار ما كنعقلش عليه حيت على على حسب ما انسبيراش في تراك اخر ندير شي حاجه اللي جديده وديما مختلفه يعني كنمشي على حسب الأستري اللي تحطيت عليه لا مع انا قريب مراكش داكشي علاش سي سي المختار تماك وشي شاونيش كاملين راه نصهم شلوح قلبي كاع من مافي باغي دماغي في باغي باغي تقارير تقاري راه ليسونس وما مسخ الدنيا ما زاري انا ما مليار ولا ايش ولا صلايه ولا دي حاضي راسي وقاضي غارد الأقامة ماشي ريستو صارت ترجل معاك في كاع الحالات ولكن انتش ماشي غلط اه جديد ان شاء الله فيديو كليب تسيك يومي تراك نيكي بوز نشيلي. الجمهور مازال ما مازال محاولين ما نديرو وان شاء الله راه غادي يكون الجديد وديما ديما غتشوفوني في يعني كل طرق يكون تقدم والشكر خاص لسيمو عزاب ومروان مروان لي براكتر 27 براكتر